بائع نقانق اتمرد على بوتين وبيعلن عليه الحرب، ازاي ده؟ لو انت مش متابع، فاجئ قائد مجموعة فاغنر الروسية يفجيني بريجوجين الجيش الروسي بدعوة عناصره للقتال ضده، واعتبرته موسكو تمرد غير مقبول، وبوتين قالك دي طعنة في الظهر. فمين هو الثري اللي بيمتلك سلسلة مطاعم جانت المليارات بعد ما كان مجرد خارج عن القانون، واللي قاد ميليشيا عسكرية بتنتشر في بلدان كتير زي سوريا وليبيا ودول أفريقية، وادعى الدفاع عن الشعوب؟ أنا محمد الزمزمي في حكاية الترند. اتولد بريجوجين في لينينجراد اللي اسمها دلوقتي سانت بطرسبرغ سنة 61، يعني بعد 9 سنوات بالظبط من ولادة بوتين. اتوفى والده هو صغير فبدأ يشاغب بعنف، وانضم لمجموعة من المجرمين الصغيرين، عصابة صغيرة كده. بتقول وثائق قضائية من عام 81 بحسب صحيفة الجارديان انه في مارس 1980 ولما كان عنده 18 سنة سطع على امرأة وسرقها مع رفاقها في احد شوارع سانت بطرسبرغ، وارتكب عمليات سطو تانية كتير واتحكم عليه بالسجن 13 سنة. قضى منها 10 سنين بتهم تتعلق بالسرقة والانتماء الى عصابة. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي في 91 وظهر نظام جديد في روسيا، حاول استغلال الفرص المتاحة للعمل في التجارة. ارتبطت مسيرته التجارية بتسويق الطعام والمواد الغذائية، فبدأها ببيع سندوتشات النقانق قبل ما يأسس سلسلة متاجر للبقالة، وبعدها انتقل للمطاعم وأشهرها اللي موجود في سانت بطرسبرغ. وكان الرئيس الروسي بيحب في كتير من الأحيان يقابل الشخصيات الأجنبية والرؤساء والشخصيات الكبيرة في مسقط رأسه، فكان بيصطحبهم إلى مطعم بريجوجين أو إلى نيو آيلاند، حيث تحول قارب يفجيني إلى مطعم عائم، وده مطعم بوتين استضاف فيه زعماء كتير، واللي فتح له بوابة الكريملين علشان يبقى طباخ الكريملين من خلال شركته. وعلاقته بالكريملين ساعدت شركته كونكورد للطعام على الحصول على مئات الملايين من العقود الحكومية لتوفير وجبات الأكل لأطفال المدارس والموظفين الحكوميين كمان، وعقود لتوريد وجبات إلى الجيش الروسي بقيمة تعادل مليار دولار أمريكي على الأقل في السنة الواحدة. وأول مرة ظهر اسمه كانت في ذروة الغزو الروسي الأول لشرق أوكرانيا في صيف 2014، لما اجتمعت مجموعة من كبار المسؤولين الروس في مقر وزارة الدفاع لمقابلة يفجيني بريجوجين، رجل في منتصف العمر برأس حليق وصوت خشن باعتباره بقى الشخص المسؤول عن عقود تموين الجيش. وقدم وقتها طلب غريب لوزارة الدفاع، اللي هو إيه؟ طلب منحه أرض عشان يستخدمها لتدريب متطوعين لا تربطهم صلات رسمية بالجيش الروسي، وإنما يمكن استخدامهم لخوض حروب روسيا الخارجية. محدش من القادة عجبوا الكلام وقتها، لكن بريجوجين كان حاسم مؤكد إنها أوامر البابا، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن هنا ظهرت مجموعة فاغنر، وبدأت قدرات مجموعة فاغنر تتوسع وبتتسلل إلى ساحات حرب خارجية، وصولا مؤخرا إلى الجبهات في أوكرانيا. اكتسب بريجوجين شهرة واسعة بين قادة الجيش، وما كانش حد بيحبه، وكان معروف بأنه عنيف ووحش جدا. بعض المقربين بيقولوا ان هدفه ما كانش المال ولا السلطة، بالرغم انه حقق الاثنين، لكنه بيتحرك بدافع الإثارة والاعتقاد بأنه بيحارب النخب الفاسدة نيابة عن الناس العاديين. يعني هو راجل طيب، لكنه على مر السنين بقى له أعداء كتير في كل مكان. هتقول لي بقى أين تعمل مجموعة فاغنر؟ موجودين فين دلوقتي؟ بدأت مجموعة فاغنر العمل في سوريا سنة 2015 وقتلت إلى جانب القوات المولية للحكومة وقتها، وعملت كمان على حراسة حقول النفط، وبتنشط المجموعة في ليبيا من 2016، ودعيت مجموعة فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2017 لحراسة مناجم الماس. وتقارير إعلامية بتقول بأن المجموعة كمان بتنشط في السودان في حراسة مناجم الذهب، وحطت رحالها قبل أشهر في أوكرانيا، وهي الساحة اللي شقت صفوف القوات الروسية وأظهرت تمرد بائع النقانق اللي انقلب على بابا الكريملين. تفتكر بقى بائع النقانق هيرجع لصوابه ويرجع لولائه لسيد الكريملين، ولا هيكمل في اللي هو بيعمله؟ ويا ترى بقى هتخلص على ايه؟ ما تنساش تكتب رأيك في التعليقات، ولو عايز تعرف حكاية اي ترند ما تنساش تتابع الحساب بتاعي. شكرا، واشوفكم في حلقة جديدة.